وفي نشرة سابقة أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أن فوز مملكة البحرين بجائزة أفضل مكتب لفئة مكاتب شؤون الحج بجائزة أفضل مكتب لشؤون الحج يعد تقديرا لتمييز بعثة مملكة البحرين للحج في تقديم خدماتها للحجاج البحرينيين وسعيها المتواصل لتطوير هذه الخدمات لدعم أداء مناسك الحج بيسر وسكينة. تأتي هذه الجائزة إبرازا للجهود والخدمات التي تقدمها بعثات الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتشجيعا لها على تحسين وتطوير الجهود التي تقدمها تيسيرا لأداء المناسك على الحجاج. هذا النجاح في الحقيقة نهديه لقيادتنا الكريمة وللوزارات المشاركة معنا ولجميع اللجان العاملة في البعثة وجميع الحملات البحرينية والمتعاونة معنا ولجميع الحجاج. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.